السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءة جديدة وحصرية على قناتنا لمواليد برج السرطان حبايب قلبي. صلي على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. يلا يا برج السرطان، ركزوا معايا كويس جدا في قراءتكم النهاردة، قراءة جديدة وحصرية، توقعات الفترة اللي جاية. طبعا الفيديو مفتوح، تقاطع عامه تنطبق على الجنسين، خلي اعصابك هاديه علشان كلامنا تقيل، وهتطلع من الفيديو بطاقه ايجابيه باذن الله بفضل ربنا. زي ما انت عارف احنا دايما بنوزع الطاقات الايجابيه فقط لا غير. وكمان اخر الفيديو هنقول رساله ربنا ليك ايه، طبعا من بعد ما تحط النيه وتشوف النيه بتاعتك. يلا برج السرطان جاهز معايا؟ نقول بسم الله، الصلاه على الحبيب، ونشوف ايه الاخبار عندك. فرحة في أرض بيتك، حرفة يعني حرفيا هنا عندك فرحة في أرض البيت، عندك لغز هيتفك في أرض بيتك. اليومين دول أنت عندك دوشة في تفكير، عندك أمور عاطلة في دماغك، عندك كذا حاجة بتفكر فيها في نفس الوقت، عندك انتصار عظيم هيحصل خلال كام يوم هيوديك لمكانة تانية خالص. قلبك مكسور من اشخاص حواليك، بينك وما بين الاسره حاليا في شد في كلام، في شد في امور، بس عندك مواجهه حلوه جدا وهتنتصر فيها، انت هتكون انت المنتصر باذن الله علشان انت شايل هم كبير جدا. حصل عندك لقاء مع اشخاص احبه لقلبك وفي الاخر ودعتهم، كل واحد راح مكانه غير التانيه، او بعدت عن اشخاص في حياتك. دايما مطعون من اقرب مليك، دايما جايين عليك اللي هم من دمك ولحمك. غيرت الارض اللي انت فيها او ناوي تغير عتبه، ناوي تطلع من المكانات اللي انت فيها، بس عندك وسواس، حاجات مزعلات جوه قلبك، في حاجات مسيطره على حياتك مخلياك داخل في افكار سلبيه. في كمان هنا ممكن يكون سفر عندك، او ممكن يكون حاجة جديدة هتعملها في حياتك. كان عندك لم شم مع اشخاص، او كان عندك طاقة ايجابية باذن الله الفترة دي مع برضو اشخاص مقربين لقلبك. هنا عليك عين، وعشان كده فلوسك متبخرة، فلوسك واقفة، مفيش اي استفادة من اللي انت فيها. في هنا كمان سفر، او في هنا طاقة ايجابية، في ممكن يكون حاجة معينة هتعملها. عندك هنا ممكن تكون هتحضر مناسبة خطوبة لحد، او انت هيكون عندك خطوبة الفترة دي، او في فرحة عندك الله اعلم، هيبقى في خطوبة وهتحضر الموضوع ده وهتكون مبسوط جدا الفترة دي علشان انت طال انتظارك او طال الهم عندك في حياتك. ما تقلقش خالص، انت كده كده عندك بشر حلوة وعندك اخبار باذن الله، بس لازم دايما تحصر نفسك، والسحر اللي معمول لك هو سحر تفريق وسحر وحدة، مخليك قاعد لوحدك وما بتتكلمش مع حد. في زعل هنا بينك وما بين حد، الزعل ده من يعني زعلت منهم، حد ما توقعتش ان هو يتكلم عنك ويتكلم عليك الله اعلم، بس حصل عندك زعل جامد الفترة دي من اشخاص موجودين في حياتك، وحطيت النقط على الحروف وقلت خلاص انا ما عدتش عايز اتكلم مع حد ولا عايز حد يكلمني، عايز اكون لوحدي لوحدي. عندك هنا رقم 7 او 7 الوان، 7 ايام 7 ساعات، وهتعمل حاجة جديدة في حياتك، هتجدد من نفسك الفترة دي علشان خاطر عايز تستجد من الامور اللي عندك. بص هنا انت مستني مساعدة في الوقف الحال اللي انت فيه حاليا، مستني حاجة جديدة. خلي بالك انت دايما بتاخد قرارات صح، بس الفترة دي لازم تاخد القرارات بشكل حاسم اكتر، بشكل مختلف اكتر، بشكل متغير اكتر، عشان خاطر هيكون عندك طاقات حلوة وعندك طاقات فيها دعم لأيامك بإذن الله. ما تفكرش في أي حاجة سلبية، بالعكس فكر في الإيجابيات بس عشان التغيرات اللي عندك والتبشرات تكون فعلا تستاهلها.
طريق ضلمة ماشي فيه لوحدك، طريق مش عارف تاخد تعمل فيه ايه، عندك ضيق وقلق ومش قادر تاخد نفسك بسبب الكلام اللي بيحصل وبسبب التوتر. اكتر ناس ظلمتك هما الاشخاص اللي كانوا مقربين لقلبك، عندك الابراج الترابية دول انت اتأذيت منهم في علاقاتك الحب، اتأذيت وتعبت عشان كده تعبان نفسيا وصحيا الفترة دي، مش لاقي حد جنبك. هنا عندك اشخاص مقربين لقلبك اخدوا منك حقك وظلموك وطلعوك من غير اي حاجة، رغم ان انت اللي كان ليك الحق، في تهمة خدتها بس كل حاجة بوقتها. ان شاء الله باذن الله ربك هياخد لك حقك من الظلم اللي انت بتعاني منه الفترة دي. شايفه لك هنا كمان طاقة فرج، طاقة اخبار، طاقة امور حلوة هتتحسن الوضع اللي جاي. فانت الفترة دي بقدر المستطاع بتحاول تلملم اوجاعك وترميها ورا ظهرك عشان متهيئ لسفر، متهيئ لزواج، متهيئ لخطوبة، الله اعلم. عندك اشخاص بعيد عن قلبك، بعيد عن حبك، الاشخاص دول في اقرب وقت ربنا هيجمعكم بيهم وهتاخدوا خطوة ايجابية من غير حسبان. في شخص طبعه غامض شوية او طبعه تعبكم. في ست عيونها دايما على فلوسك، عيونها دايما على اللي في ايدك، عيونها دايما على كل حاجة في ايدك. ليه؟ هي عيونها سم، لازم تخلي بالك منها. يعني بص، العين والحسد هو اللي بيخليك عندك عراقيل ومش عارف تاخد حقك. واكبر ناس ظلمتك هي العيلة، برضو ظلموك وكسروا بخاطرك ومدوكش حقك في الحياة. عندك هنا تيسير في موضوع في حياتك او تيسير في موضوع واخد معاك وقت، واخد معاك جزء، الله اعلم، بس في موضوع مهم انت حاليا بتفكر فيه وبتدور على شغل او عايز تشتغل او مستني لقاء يخص شغل. في موضوع هنا يخص شغل، وفي نفس الوقت انت مسافر كده كده، ان شاء الله باذن الله الفترة اللي جاية هتحقق حلمك وهتقف على ارض صلبة. في اشخاص هنا كسروك وفاتهم، كسروك موتهم، اتصدمت ما قدرتش تستحمل الفراق بتاعهم، وعشان كده انت حاسس بالطعم النفسي والجسدي من فراق الاشخاص اللي ماتوا في حياتك. لا، اهدى وهدي اعصابك عشان باذن الله باذن الله هيكون هنا عندك طاقة وهتطلع من الظلم، في حاجات حلوة في حياتك هتحصل. انت مشكلتك الحيرة اللي انت فيها، 24 ساعة تفكير، مش عارف تاخد قرار، مش عارف تعمل ايه، انت عمال تخطط بطريقة رهيبة، بتخطط في مستقبلك، بتخطط يعني في تفكير رهيب عندك في حياتك، مش عارف تاخد القرار بسبب التفكير العميق. الفترة دي هتوصل لهدف حلو، وخلي بالك ان انت عمال تسعى عشان توصل للحلم، فقريب جدا جدا هتوصل للحلم بتاعك وهتاخد طاقة عامة وقوية وهتكون احسن من حد، احسن من ناس كتيرة جدا. عندك هنا القولون عصبي، وبسبب كده حاسس دايما بالخوف، حاسس دايما يعني حاسس دايما كده انت متضايق، يعني حاسس ان انت دايما في امور مضايقاك. خلي بالك انت عندك اكتر من بشرة، بشرة حلوة جدا هتسمحها، او بشرة حلوة جدا انت هتمسك طرف الخيط بتاعها في مكالمة، الله اعلم، بس انت ناوي، وطول ما انت ناوي هتاخد طاقات حلوة في حياتك. الخوف اللي انت فيه ده فترة ويعدي، كل حاجة في حياتك هتاخد فترة وهتعدي، وهتمسك طريق الامان، وهتمسك الباب الجديد اللي في حياتك، وهتلاقي عندك طاقات عامة هتوزعها بإذن الله الفترة اللي جاية، عشان خاطر انت طال الانتظار في شيل الهم لوحدك، طال الانتظار ان انت مستني، يعني انت دلوقتي بتقول يا رب صبرني. مهما تيجي على نفسك مفيش حد يستاهل اللي انت بتعمله، كلهم زي بعضهم، فياريت تخلي بالك وتكون حريص على الفلوس اللي طالعه من ايدك، ما تكونش مبذر الايام دي بقدر المستطاع في حياتك.
ظاهر لك الابراج الترابيه. الابراج الترابيه دي انت شكلك فعلا في علاقه مع حد من الابراج الترابيه، وعشان كده في كلام كتير او في طاقه سلبيه انت بتمر بيها الفتره دي. بص هنا، هنا وقفت جنب شخص وكبرته، او وقفت معاه، مش لازم تكون كبرته، وقفت معاه وحبيتوا تكبروا مع بعض، حبيتوا ان انتوا تعملوا حاجة مع بعض، وفي الاخر اكتشفت انه في حد خاين، في حد يعني ماشي في طريق مش صح. حسيت ان انت كان لازم تنهي العلاقة دي، وفعلا خدت القرار النهاية ان انت تخرج وتخرج نفسك من العلاقة السامة، علشان انت مش ناقص ايه اللي انت فيك مكفيك. في حسبنا الله ونعم الوكيل بتقولها في حد، او رامي همومك على ربنا وبتقول حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي ظلمني وفي اللي قصر بخاطري في فترة من الفترات انا كنت فيها، او كنت بتعامل كويس مع الاشخاص بس ما لقيتش المحبة، ولا لقيت يعني ما لقيتش المحبة في حياتي، بالعكس انا لقيت الظلم ولقيت الخيانة والطاقات السلبية اللي انا شغال عليها في حياتي الفترة دي، من كلام، من عراقيل، من حاجات مضايقاك. على قد ما بتشتغل فلوسك عايز تعمل بيها حاجة مهمة، او انت الفترة دي ممكن تكون هتقبض جمعية، او ممكن الفترة دي تكون مثلا هتعمل تشتري ارض جديدة، هتبني، انت ناوي تعمل حاجة جديدة في حياتك يكون فيها استقرار نفسي. ما بقتش عايز الروتين اللي انت فيه، ما بقتش عايز اللي تنام تصحى فيه، لا عايز تطلع من المسائل دي. وعشان كده بإذن الله انت بس في ربط بينك وما بين شخص مخنوق، او بينك وما بين شخص في سجن، بينك وما بين شخص في ضيقة، الله اعلم. فان شاء الله بإذن الله الفترة القادمة هتلاقي فك كرب بينكم، هتلاقي فك كرب في كلامكم، هتلاقي الامور بدأت تتحسن، الامور بدأت تتظبط، هتلاقي في قرارات مهمة بتتاخد، هتلاقي الامور عندك فيها تحسن حلو جدا لحياتك، او تحسن حلو جدا هتحس كده بنفسك. نبضة قلبك، حاسس ان نبضة قلبك هم، حاسس ان نبضة قلبك فيها حاجة غلط، في خبر حمل، او انتوا حمل، او في سمعتوا خبر حمل، الله اعلم. بس دايما اقول لكم ابعدوا عن العصبيه والتوتر والحيره، ابعدوا عن اي حاجه ممكن تعصبكم، او اي حاجه ممكن تخرج الطاقه اللي جواكم، علشان خاطر انتوا الحوامل دايما بيكونوا عصبيين، دايما بيكونوا ملهمش ما عندهمش خلق لاي حاجه. المطلقات انتوا ماشيين في طريق ومش عارفين الطريق ده نهايته ايه، كل اللي عليكم ان انتوا ماشيين في الطريق بس خايفين، خايفين قوي. عندك ست قصيره، ست الست دي موجوده في حياتك، قشرتها سمراء، بتحب تهتم بنفسها جدا، وتحسها كده يعني شخصيه مش انتوا مش فاهمينها. هنا من اكتر الاماكن اللي بتعاني منها الصداع المستمر، تساقط شعر، حبوب في البشرة، شوية مشاكل كده بس بتحاول تعالجهم. عندك ألم في المعدة، ده كله سببه حسد شديد، علشان انتوا دايما واثقين من نفسكم. انتوا بتبقوا في أمان الله، وبيجوا يقولوا لكم ما شاء الله عليكم زي القمر، ما شاء الله عيونكم حلوة، يعني عيونكم جميلة، عيونكم عسلي، عيونكم بني، عيونكم حلوة. فبالتالي بتلاقيهم كده عمالين يتكلموا عليكم وبيقولوا لكم في وشكم ايه ده ما شاء الله انتوا زي ما شاء الله ما شاء الله، وهم اصلا قلبهم بيبقى فيه نغزه. فدي طبعا حاجه مضايقاكم انتوا، مخلياكم مش عارفين تعملوا ايه. عندك هنا حاجه انت ناوي تعملها جديده في حياتك، حاجه ناوي تفعلها في خير، بسم الله عليك، ناوي تعمل حاجات كتيره جدا. في كمان هنا طاقات عامه، الطاقات العامة دي هتمسكها وهتعمل حاجة معينة. انت عندك رزق كبير، خلي بالك جايلك في موضوع فلوس كبير، جايلك الفترة دي من خلال الفلوس دي هتحط نقط على حروف، من خلال الفلوس دي هتشتغل على نفسك وهتعافر وهتجاهد وهتوصل لبر امان كبير في حياتك، ان انت هتكون متألق وهيكون عندك خطوات ايجابية الفترة دي، علشان طال الانتظار عندك او طال الهم الكبير اللي شايله لوحدك.
رجوع حد ليك من الأبراج الترابية، وهيبقى ندمان على فراقك، وهيبقى عايز يتكلم معاك، هو أصلا عمال يبحث عنك أو عايز يتكلم معاك بس خايف من ردة فعلك، علشان انت ردة فعلك هتكون قوية جدا. عندك هدية من الشريك، بس الوضع اليومين دول مع الشريك مكركب، الوضع اليومين دول مع الشريك مش عاجبك انت، ومخليك ساكت، مش عارف تتواجه مع الشريك ازاي، مش عارف تتعامل مع الشريك ازاي، خايف من ردة فعل الشريك او خايف من ردة فعلك انت اصلا، حاسس انه في حاجة غلط بتحصل، وفي نفس الوقت انت مش عارف تعمل ايه. الحاجة الغلط اللي بتحصل عندك دي هي عدم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب في حياتك. لا، طول ما انت هادي، طول ما هيكون في تحسنات حلوة بنفسك انت هتفعلها، بنفسك انت هتخطيها. البعض منكم ممكن يكون قلقان، البعض منكم يكون مستني تبشرات، مستني حاجة معينة. انت الفترة دي عايز تشتري، ممكن يكون عربية، ممكن يكون هدوم جديدة، ممكن يكون عايز تشتري هدية تهديها لحد، الله أعلم. بس خلي بالك، انت بتحلم أحلام كتير بتضايقك، بتحلم أحلام كتير لحد الآن مش عارف التفسير بتاعها، بس هو السحر المتجدد اللي عندك عامل لك برضو شوية عراقيل. انت اتنصب عليك في فلوس، اتنصب عليك في حاجة، يعني اتنصب عليك في حاجة في حياتك، مخلياك مخنوق، مخلياك متضايق، مخلياك مش عارف تاخد القرار، مخلياك شايل هم كبير، الله أعلم. بس في نصب عليك من حد مقرب وعزيز على قلبك، وبعد كده خدت القرار ان انت ما تتكلمش معاه ولا تتعامل معاه حتى بالصدفة. عندك هنا حد ناوي يعمل عملية، عندك في ست كبيرة ناوية تعمل عملية، ناوية ممكن يكون ناوية تعمل عملية على وجع في عينيها، في جسمها، الله أعلم، بس هي حرفيا ناوية تعمل عملية. وعايزة أقول لك إن أنت محتاج تاخد راحة، محتاج تنام كويس جدا، ابعد عن أي حاجة مهدئات بتاخدها، ولا كف أو ما تشربش أي حاجة كافيهات، علشان خاطر تعرف تنام كويس، عشان نومك فيه قلق، نومك فيه توتر، وطبعا الحاجة دي مش عاجباك خالص. في ناس حواليك متعمدين ان هم يدعوا المحبة، يدعوا الحب، يدعوا الحياة الجميلة، بس الناس دي متقلبة المزاج، الناس دي يوم معاك ويوم عليك، وانت عارف كده كويس او حاسس بكده كويس ان هم يوم معاك ويوم عليك، فطبعا دي حاجة مضايقاك وخانقاك، مخلياك عندك كذا طاقة بتمر بيها اليومين دول، وواقف وساكت وبتدعي دعوات ربنا. يعني انت بتقول ان دعوات ربنا مستجابة، وعشان كده عمال تدعي بحاجات كتيرة جدا موجودة في حياتك. عايز اقول لك واطمنك ان انت هنا هتبدأ ترتب امورك، وهتبدأ ترتب مرحلة مهمة جديدة في حياتك، وبقيت ناوي تاخد حقك من كل اللي ظلمك، وناوي تخرج نفسك من اي خرافات، من اي مشاكل، من اي ضغط نفسي، من اي حاجة عاملة لك صدمة، عاملة لك توتر، عاملة لك حيرة. ناوي تخرج نفسك، ناوي تعمل حاجة جديدة، حاجات مستجدة في حياتك، وبالفعل هتعملها من غير اي حاجة، وهتخرج من المشكلة اللي انت شايلها فوق كتفك وماشي لوحدك، شايلها مش عارف تاخد فيها قرار ولا تعمل فيها ايه، فانت كده كده هتخرج من المشكلة دي، وهتكون بإذن الله منصور، او هتكون في قمة الازدهار عندك، عشان خطواتك كلها موثوقة منها، خطواتك كلها بتحس ان هي موثقة، عشان كده ابعد عن اي حاجة. وفي اشخاص هيبقى في بينك وما بينهم عتاب، او بينك وما بينهم كلام، بينك وما بينهم امور هتستجد، وكل واحد هيقعد ويقول اللي عنده، انت هتقول الكلام اللي يخصك، وهو كذلك الامر هيقول الكلام اللي يخصه، والقرار في الاخر هيكون قرارك، هيكون مواجهتك، هيكون امرك انت اللي تكون ناوي ازاي تعمله، او يكون ازاي ناوي تخطي الخطوة اللي في حياتك حرفيا، عشان انت بتمر بضيق وضيق في النفس الفترة دي.
في طريقك المادي خبر حلو، في طريقك المادي طاقة عامة، في طريقك المادي هيبقى فيه فلوس حلوة. انت دايما صبور، بس عايزاك تخلي بالك من حد ممكن يطلب منك فلوس الفترة دي، حد ممكن يتكلم معاك في موضوع فلوس، حد ممكن يستلف معاك فلوس، وهيبقى في خلاف بينك وما بين حد في العيلة عندك، بينك وما بين حد مضايقك. انت دايما بتمد ايدك للغريب قبل القريب، وده حاجة مش تمرة فيهم، او مهما تعمل محدش بيشكرك. خلي بالك في طاقة مراقبة هنا مسيطرة عليك، خلياك ولا عارف ترجع للشريك، ولا عارف تبعد عنه، ولا عارف تاخد القرار الصح. طاقة المراقبة اللي عليك دي طاقة كبيرة، مخلياك حتى مش عارف تحط النقط على الحروف الفترة دي بسبب الطاقات اللي انت بتمر بيها. عندك رسالة هتطمنك من حد، وفي نفس الوقت هيكون في وثيقة حلوة، الوثيقة دي امضى حلوة بإذن الله. وفي سر كمان هيتكشف لك من صديقة مقربة ليك اللي هي من دمك ولحمك، وهتاخد قرار حاسم، وهيبقى في مواجهة برضه مع حد بيكرهك، والمواجهة دي انت اللي هتطلع فيها منصور، علشان خاطر انت اللي هتحط القرار وانت اللي هترسم الطريق. فما تقلقش خالص، مهما يظلموك ويكسروا بنفسك، انت دايما مفوض امرك لله، ومش هتسمح بأي أذى، ومش هتسمح لحد يكسر بنفسك أو يظلمك أو أي زي ما يكون. الفترة دي أنت ممكن تكون ناوي تشتري تليفون، أو ناوي تهدي حد تليفون، الله أعلم، بس ناوي تعمل حاجة جديدة. في شخص مشدود ليك، في شخص معجب بيك، في شخص عايز يتواصل معاك بأي طريقة، في شخص عايز يقرب منك، الله أعلم. بس في حاجة معينة، يعني صداقة بتدور بينكم، او في طاقة عامة هتدور بينكم، الله اعلم. بس في امور هتستجد عندك، وفي شخص هيساعدك. خلي بالك انت الفترة دي هتكون فرصة جديدة لبداية جديدة والانسجام في حياتك، عشان انت الفترة اللي فاتت كنت فيها، مش لازم تكون تعبان في كل حاجة، بس كنت تعبان في مواضيع شغلة بالك. عايزاك تحذر من ناس مقربة. دايما اقول لك الناس المقربة هي اللي تعرف عنك كل حاجة، الناس المقربة هي اللي بينك وما بينها كلام. عندك حرف الام موجود في حياتك، ايه علاقتك بحرف الام وحرف الاي وحرف الراء الار؟ ايه علاقتك بالثلاث حروف دي؟ دول موجودين في حياتك، الثلاث حروف الام والاي والار، قول لي علاقتك بيهم ايه، او بينك وما بينهم كلام، بينك وما بينهم علاقة، بينك وما بينهم امور، الله اعلم. بينك وما بين الثلاث حروف دول مواضيع بتتفتح وما زالت موجودة، ومنهم حد بيراقبك، ومنهم حد بينك وما بينه علاقة، وموجودين وشغالين في حياتك، بس انت عايز تحط للمواضيع دي حد، او عايز تحط للاشخاص دول الموجودين في حياتك ممكن يكون حد. عندك اخت بتحبها جدا، او صديقه مقربه ليكم بتحبوها جدا، دايما واقفين معاها، بتحبوا تتكلموا معاها، بتحبوا تبقى في بينكم كلام، بينكم انسجاب، الله اعلم. بس في امور عندك بتستجد في حياتك الفتره دي من اشخاص مقربين لقلبك، او لاشخاص انت في تفاؤل عندك. انت الفتره دي منفرد لوحدك وبتفكر لوحدك، الماضي بتاعك مؤلم طبعا، الماضي بتاعك فيه طاقه سلبية، بس برضو بتعدي بقدر المستطاع، عشان خاطر الهم اللي انت فيه، او علشان خاطر الطاقات اللي انت بتعاني منها. هنا في ريح، والريح ده هيخليك تغير حياتك بالكامل، وهتمسك في مفاجأة حلوة حد هيقدمها لك، وهتكون مبسوط بيها قوي، وهترجع ثقتك بنفسك، وهتاخد تعويض حلو للخسائر اللي حصلت معاك في حياتك الفترة دي. انت اتأذيت، فقدت السيطرة، فقدت على كل حاجة في حياتك بسبب الكلام، بس ما تقلقش، الموضوع اللي شاغل بالك هيتم، وهيتم على خير كمان، علشان خاطر اتصدمت اكتر من صدمة في ناس كتيرة جدا مقربة ليك، او في ناس كتيرة جدا تعبت من اذاهم، او تعبت من الكلام اللي موجود عندك، فبالتالي حاولت بقدر المستطاع تغير
وتعافر وتجاهد في كلام كتير في حياتك. عايزاك بقى تهدى وتهدي اعصابك وتخلي عندك يقين بالله اكتر ان هيحسن لك الوضع بتاعك، وهتكون في هتكون منزهر اكتر، او هتكون مندفع في امور بسيطه في حياتك، عشان انت الفتره دي من اكتر الفترات اللي انت ناوي تاخد قرار فيها حاسم، تاخد فيها قرار منطبق. عايزاك تمسك على الشريك شويه، مش عايزه المشاكل اللي بينكم وبين الشريك على الفاضي وعلى المليان. بلاش الزعل من غير اي سبب. عايزاك بقى تقول لي الامنيه اللي انت حطيتها ببالك علشان نشوف الرساله القويه اللي هتنطبق على الامنيه بتاعتك. وطبعا الامنيه جايه من بعد، يعني الرساله جايه من بعد الامنيه اللي انت حطيتها ببالك. الرساله بتاعتك بتقول لك هتضحك الحياه ليك من تاني، وكل اللي جاي هيكون احسن وعوض وفرحه وسعاده. ربنا هيستجيب لك دعواتك، اطمن واستغفر، مفيش كلام تاني يتقالك. هتضحك الحياة ليك من تاني، وكل اللي جاي هيكون ليك عوض وفرحة وسعادة واستجابة، استجابة دعواتك، اطمن واستغفر. ما شاء الله عليك على الرسالة بتاعتك، الرسالة بتاعتك قوية جدا. انزل وقول لي في الكومنتات الفيديو يستاهل منك ايه.